السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نصدر الشغل من الديزاين بلدر. اول حاجة اقدر اقول له انا عايز اعمل اكسبورت داتا. الاكسبورت داتا هتقول له انا عايز فايل، فيسألك عايز صورة بيت ماب ولا بي ان جي ولا تي اي اف اف ولا جي اي اف ولا جي بي جي ولا دي اكس اف. كل دول صور ما عدا الدي اكس اف. كل واحدة من دول فيها 3 عوامل، الويتس والهاي، الابعاد بتاعتهم قد ايه. كل ما البعد يكبر كل ما يديك صورة اوضح وياخد وقت اكتر في التصدير والروتيشن بتاعك، تمام؟ طيب لو قلت له دي اكس اف هيقول لي انت عايز تصدر الشغل بتاعك دي اكس اف. ده امتداد زي الدي دبليو جي خاص بالتبادل بين البرامج اللي بتشتغل بنظام الكاد. فبيقول لك عايز تصدره كله كتلة واحدة بالديتيلز كلها ولا تقسمه لزونات. عندك اختيار تاني، برينتر اللي هو الطباعة، او كليب بورد هيحط لك الحاجات في الذاكرة وانت تعملها بس في اي مكان، او ريبورت توبيك فانت تختار الريبورت وتبدأ تكتب الكلام اللي انت عايزه يصدر يطلع في الريبورت، تمام؟ تقول له اوكي هيبدأ يصدر لك الريبورت. طيب هقول له بعد كده انا عايز مثلا الكومباين ريبورت، تقدر تقول له بقى الريبورت اللي انت عايز تصدرهم، تمام؟ هتدي له التايتل والسكيل والبيج لي اوت عايزه بأنهي شكل، وتقول له اوكي يبدأ يصدر لك الشغل بتاعك. طيب في حاجة برضو هنا تانية للاكسبورت، اقول له اكسبورت انرجي بلس انبوت، هيبدأ يصدر لي المعلومات الخاصة بالهيتنج بالكولينج بالسيموليشن بالشكل دوت اهوت. بتبدأ تقول له بقى انا عايز المعلومات من شهر كذا شهر كذا، هنا السنة كلها من اول 1 يناير ل 31 ديسمبر، ويصدر لي كل المعلومات بالأجزاء من الساعة بالساعة باليوم. لو انت عايزها monthly or annual دي اختار كويس، تمام؟ واقول له cancel هيبدأ يصدر لي الشغل دوت، بس طبعا بياخد وقت في التصدير. طبعا لو انت قلت له بالساعات هياخد منك ساعات كتير يعني. فايل اكسبورت ممكن تصدر كصور، هتختار الاختيارات اللي احنا شفناها من شويه، او تقول له انا عايز اعمل اكسبورت ك 3 دي دي اكس اف موديل فيبدا يصدره لك، تمام؟ نفس الاختيار اللي كان موجود. او تقول له انا عايز اعمل اكسبورت كيس كليم فايل بتاع المناخ، او تدي له سي اس بي، او تدي له اكس ام ال اللي هو مش جي بي اكس ام ال، لا ملف بيبقى زي ما تقول ايه فيه المعلومات الخاصه بكل حاجه. بيديك مثلا يقول لك الطقس قد كده، قريب من شفرة ال HTML. export assembly library فبيبدأ يصدر لك الملف ال assembly. في بعض البرامج بتستورده وتشتغل بيه عليه. export leader library data بيديك كل المعلومات تقدر تصدرها. مهم جدا موضوع التصدير على اساس ان احنا نتعامل مع بقية البرامج. فهو بيقول لك علم على الحاجات اللي انت عايزها، يعني مثلا ممكن تكون انت مش عايز الروف او مش عايز البارتيشن، تمام؟ هتعلم وتقول له انا عايز اصدر الحاجات ديت، فيبدا يصدرها لك في ملف دي دي اف عباره عن داتا بيسز تقدر تستعين بيها في برامج تانية اخرى.